لا أفتح تخرج من الدخانات. هاد السيده جارتنا كتشعل العافيه ديما هادي الثالثه في المرات، ما عرفناش واش هادشي جن ولا كيقولوا مسكونه وكيجي الراقي مره مره يرقيها وكتبقى تغوت، ولكن اغلب الناس كيقولوا باللي عندها شي جن كيحرق ليها الدار وكيدير ليها التراجيل. وحنا هادشي بزاف على السكينه وهادشي خاصو حل، حنا ضروري الناس معرضين للخطر، ضروري المسؤولين يلقاو حل، حنت الى بقات العافيه كتشعل يقدروا يموتوا الناس، كاينين الحواميل وكاينين الدراري صغار واسر اللي ناس كبار، وداكشي راه ما يمكنش، هادشي خاصو حل قريب. كنطالبوا السيده تمشي في حالاتها، ضروري تمشي في حالاتها، حنت كلنا معرضين للخطر، وفي اي لحظه تقدر يتحرقوا لنا ديورنا والممتلكات ديالنا. واحد العماره هنا كتتواجد في جيت فرح السلام الولفة، دائما كنتفاجئوا بواحد واحد العماره فيها واحد الاقامه كتواجد في غيتشوسي في السفلي، دائما تخرج منها دخان كثير، يعني داك الشيء غريب، يعني كنتاسفوا ليه حنايا الجيران ديالها، يعني كل مره كنطلعوا كل تقريبا المره الاولى تقريبا شي 20 يوم كان حارق، صافي مسكينه السيده صبغات دارها وداك الشيء قادت المحل ديالها. من بعد تنتفاجئوا بالامس ان الدخان ثاني تيخرج من الشراجم، ما فهمنا حتى شي حاجه، السيده مصدومه هي وبنتها، ما عرفناش حنا شنو واقع، يعني كثرت القيل والقال ما كتفهم حتى شي حاجه. ودابا عافاك الله يجازيكم بخير، كنطالبوا من السلطات تدخل فوري، لان هذا الشيء تيمس بالساكنه كلها، بالعماره بالساكنه كلها، يعني ولا انسان ولا عايش في الفزع، وما بالك بالسيده هي والبنت ديالها، يعني حاله يرثى لها، يعني المرجو من السلطات تدخل فوري، لان هذا الشيء ما فهمنا فيه حتى شي حاجه، كل واحد شنو تيقول ولكن الله اللي تيعلم. والله يجازيكم بخير.